يعني النظام السوري يبدو أنه يعني يتبع الآن تكتيك جديد، هو يعني ينسحب من بعض المناطق حتى يوهم أن هناك سيطرة للجيش الحر، ثم يقوم باستعادتها ويقوم بعد أن يستعيد بذبح المدنيين وقتلهم وتشريدهم، ويقوم بقصف بشكل عنيف. هذا هو التكتيك الذي يتبعه النظام السوري، يعني ينسحب من بعض المناطق ثم يعيد احتلال حتى يظهر أنه يعني طيب هو هذا التكتيك سيد علي في أي المناطق الأكثر سخونة؟ نتحدث عن العديد من المناطق في ريف دمشق، أين تحديدا؟ أغلب مناطق ريف دمشق، منطقة ترنكوس تبع هذا التكتيك، ومنطقة دوما من قبلها، والآن في القلمون، في وادي بردة، في جميع المناطق، هو وفي عربين وفي زملكة، يعني في الغوطة الشرقية وفي الغوطة الغربية، أو خلينا نقول الشمال غرب العاصمة دمشق. نعم. الآن هو يستخدم هذا النوع من الأسلوب حتى يوهم أن هناك يعني مناطق خرجت عن سيطرته، ثم يعود بالآليات الثقيلة، وهو لا يستطيع بالمواجهة الفردية، لأن عناصر جيشنا الحر الأبطال ينطلقون من منطلق عقيدة ثابتة أن هذا الوطن وطنهم، وأنهم يعني هم معنوياتهم مرتفعة، أما هؤلاء منهزمون الجيش الأسدي، فيستخدم المدرعات الثقيلة وبهذه الحجة يذبح المدنيين. طيب. حتى يعني يخمد هذه الانتفاضة. هذا التكتيك الحرفي الذي يقوم به النظام السوري منذ 10 أيام حتى الآن. سيد علي، باختصار آخر الأرقام التي وصلتك بخصوص أعداد القتلى لحد الآن. والله الأرقام يعني في مشكلة حقيقية في الأرقام بسبب يعني صعوبة البالغة في التواصل، استحالة في التواصل مع أي شخص، كل الاتصالات المقطوعة حتى اللي معهم اتصالات فضائية بدأت أن البطاريات تنفذ بسبب واضح انقطاع الكهرباء. شكرا جزيلا لك سيد علي حسن، الناطق الإعلامي باسم الثورة السورية. ومشاهدين، هذه الصور التي نشاهدها الآن هي صور عن مظاهرة تأتينا مباشرة.